في الخبر القادسية، الفريق الذي لا يخلو دائما من الأحداث، بالأمس أو قبل أمس أغلق باب الترشح للرئاسة، حدثت إشكاليات بأن هناك قرار جاء بتمديد فترة تسديد الرسوم غير الفترة القانونية النظامية. احتج بعض القدساويين على ذلك. على الهاتف أرحب بالرئيس المكلف للقادسية، أتمنى يكون الاسم صحيح، الأستاذ عبد العزيز الموسى، أو المنصب صحيح. مساء الخير أستاذ عبد العزيز، أو صباح الخير. صباح النور أخوي عادل، صبح عليك وعلى الأستاذ عبد الرحمن والكابتن حمد بيخي. نعم. وعلى المشاهدين. أستاذ عبد العزيز، ما هي المشكلة التي اعترضتم عليها في يعني في فترة الانتخابات الحالية؟ اللي حدث انه فتح باب الترشح لمنصب رئيس النادي. نعم. وفق خطاب وردنا من تعليمات من الرئاسة، مكتب الرئاسة. أستاذ عبد العزيز، نعم، إذا تسمح لي قرب صوتك من التلفون من السماعة عشان نسمعك أكثر، تفضل. اللي حدث انه فتح باب الترشيح وفق التعليمات اللي وصلتنا من الرئاسة، ومن يوم 7، وبحيث انه ينتهي اخر يوم للسداد. نعم. يوم السبت الماضي وهو اخر يوم للترشيح. اعتقد الشرط هذا اقترحت الرئاسة لضمان حيادية الناخبين. طيب حلو. انه ما يدخل في الانتخابات الا المسددين قبل اقفال باب الترشيح. انت تتكلم عن الرسوم استاذ عبد العزيز، تتكلم عن رسوم الجمعيه العموميه اللي يحق لهم التصويت. نعم. صحيح، اللي هي تنتهي في يوم اللي حق لهم التصويت، اللي يكونون مسددين حتى يوم اقفال باب الترشيح. طيب. وردنا خطاب يوم السبت صباحا السماح للمجموعه المستبعده من الانتخابات السابقه اللي سبق سدد عنهم وافد سوداني واستبعدوا بسبب مخالفة لسداد الجماعي. نعم. وردنا صباحا وتم تعليقه في النادي ومصور، واعتقد ارسلت لكم صور من الشيء هذا. نعم. وبعض الاعلاميين حضروا وشافوه ومعلق في النادي. طيب. تقدم بعض الاخوان بشكوى بدعوى انه ما كان عندهم او ما يعلمون عن الشيء ذا، علما انه قبل لا يوصلنا الخطاب اعلن عنا في الصحف. من يوم الاربعاء كان في صحف تتكلم عن الموافقه عنهم. اليوم جاءنا خطاب بالسماح بفتح باب السداد من جديد. طبعا هذا فيه مخالفه نرى مبني على من من من, من الاخوان في مكتب الشرقيه. نعم. هذا المشكلة. طيب. عموما احنا حاولنا بنتأكد من الجانب المقابل، لكن نتمنى ان شاء الله ان تكون الاوضاع جيدة. اذا تسمح لي اخي عادل. تفضل. طبعا في عدة احداث صاحبت الموضوع. ايوه. اولا جميع الاعلانات تم تعليقها في النادي ومصورة، وحضر مندوب سابقا من مكتب الرعاية وشاهد الكلام هذا وشاهده جميع الرواد النادي. يوم السبت اخر يوم الاخوان في من مكتب الشرقيه كانوا متواجدين معنا، وما حد علق على اي جزئيه او مخالفه في موضوع تعليق الاعلانات او اغفالاته. نعم. الى ما حد اقفل المحضر ووقعنا، وانا من ضمن اللي موقعين على محضر اغفال باب الترشيح. طيب. لو كان هناك اي مخالفه او اخفاء او عدم وجود اعلانات، ليه ما تحدثوا عنها في هاليوم؟ ليه بعد يومين يجي قرار ويقول لك انه والله ارسلنا شخص الى النادي واكتشف انه مش معلق الاعلان؟ اذا انك حريص ومرسل مندوب للنادي للتاكد ان الاعلان معلق او لا. طيب. يعني ما كان عندك حرص ترسل رساله، ترسل خطاب، تذكر الناس فيه، تذكر النادي انه والله ما علقته. طيب. وضحت الصوره. عن جميع الاجراءات سليمه. وضحت الصوره استاذ عبد العزيز، شكرا على تجاوبك ويعطيك العافيه. استاذ عبد العزيز الدوسري، امين عام نادي القادسيه، وهو المكلف بالاداره.